اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامجكم مع الناس، برنامج مع الناس وكل الناس بنتكلم مع كل فئات المجتمع. اهم حاجه واهمهم في برنامجنا هي المعلومه موثقه من مصدر معلوم. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني فقره الاخبار وبرنامجكم مع الناس. ورجعنا لكم وفقره الاخبار مع الناس. الخبر الاول عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق دليل المهارات الحياتية لتنمية وعي الأطفال بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات بالبعد عن التدخين وأضرار المخدرات. تم تنظيم دورات تدريبية بمقر الصندوق للكوادر التطوعية من أبناء هذه المناطق لتدريبها على تنفيذ دليل المهارات الحياتية داخل المناطق المطورة، وهي الأسمرات والمحروسة واسطبل عنتر وحدائق أكتوبر وبشائر الخير بالإسكندرية وحي الضواحي ببورسعيد. ويأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة، والتي تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة التي تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. وعن الموضوع دوت وعملية التطوير وكيفية تنوع البرامج معايا تليفون مع الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بسيادتك. دكتور إبراهيم، عايزين نعرف مبدئيا بس كده وسؤال واحد وملم عن أهمية وإيه أنواع البرامج اللي تم إطلاقها في تلك المناطق المطورة لحماية الأولاد من المخدرات. الحقيقة إن إحنا عندنا كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبناء على توجيهات من معالي وزيرة التضامن والدكتور عمرو عثمان مساعد الوزير، إن إحنا لابد من تكثيف العمل داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات. وطبعا حضرتك عارف إن دي كانت تكلفات رئاسية في المقام الأول، إن إحنا نصنع بيئة آمنة لأهالينا اللي كانوا موجودين في مناطق عشوائية بشكل كبير جدا ولفترات طويلة. فابتدينا إن إحنا كمان جنب صناعة البيئة الآمنة إن إحنا كمان نوفر حياة كريمة للمواطنين في البعد الصحي والبعد الاجتماعي. وبما إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيعمل في مكافحة وعلاج الإدمان، كنا لازم ندشن لعيادات داخل تلك المناطق بشكل مستمر مع تقديم سلسلة من البرامج الوقائية لأهالينا وأطفالنا وشبابنا اللي موجودين في تلك المناطق. ابتدينا الأول بحملات طرق أبواب، ابتدينا بعدها نعمل دورات تدريبية للقيادات الطبيعية اللي هم أبنائنا وأهلينا اللي موجودين داخل تلك المناطق عشان يساعدونا داخل بتنفيذ برامجنا. ابتدينا مؤخرا ان احنا نطلق دليل تدريبي خاص بالمهارات الحياتية، نشتغل بقى على ازاي ان الاطفال يكون عندهم ثقة بالنفس، يكون عندهم القدرة على التفكير الإيجابي. دكتور إبراهيم، مدى قبول البيوت للبرامج دي؟ انت حضرتك بتقولي بتطرق الابواب، بتخش وبتخبط وبتقول اللي عندك ايه وايه الحالات اللي عندك، مدى قبول هذه تلك الاهالي في قبول المساعده؟ عايز اقول لحضرتك في البدايه احنا كستاف وكتيم كنا متخوفين من الخطوه ديت بشكل كبير، طبيعي. ولكن طبيعي. مع العمل واكتساب الخبره الناس ذات نفسهم كانوا بيندهوننا وكانوا بينادوا علينا وتعالوا اتفضلوا وتعالوا اقعدوا معانا، فلقينا استجابه قويه جدا لان المشكله كانت بتمس كل بيت. صحيح. من بيوت الناس اللي موجودين هناك. صحيح. سواء كان عنده مريض او ان هو محتاج ان هو يكون في العماره بتاعته فيها مريض او ان هو محتاج يعالج حد ومش عارف الملجأ او الملجأ ليه فيه. دكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه الادمان، اشكرك جدا يا فندم. مع الخبر الثاني وهو خبر مهم جدا جدا، وهي عن الهوية البصرية لمصر وبالتالي الهوية البصرية لكل محافظة داخل مصر. هو تطبيقات الهوية البصرية مشروع جديد يروج لمصر سياحيا. الهدف من المشروع هو ترسيخ مفاهيم الهوية والتنوع السياحي بتصميمات متناسبة مع كل محافظة، كما شفنا برضو في مشروع في أسوان وفي شرم الشيخ وفي غيرها برضو في الإسماعيلية وفي مداخل كتير جدا من المحافظات. عن الموضوع دوت هيكون معنا مداخلة مع دكتور أحمد رأفت عباس المتخصص في فنون التصوير. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. مبدئيا كده احنا بنتكلم عن الهوية البصرية. الهوية البصرية هي جزء مهم جدا في تعريف الناس عالميا بمصر سياحيا ومعرفة الناس داخليا بأهمية كل محافظة أو ما كل حاجة تكون مشهورة عن كل محافظة فيها عن المدخل أو مخرج كل محافظة، صحيح؟ تمام. حلو. دلوقتي اللي أنا عارفه برضو أنه في نماذج مشرفة جدا 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 موجودة في محافظات عدة منها أسوان وشرم الشيخ زي ما احنا عارفين كلنا، عن أهمية تلك المشاريع وتلك النماذج لبث السياحة داخليا وخارجيا.
طبعا لا يخفى على حضرتك طبعا عمق التاريخ المصري والهويه المصريه القديمه يعني تاريخيا والتنوع والتنوع. يعني مصر طبعا هي اقدم حضاره في العالم، لكن ما يميز برضو الحضاره المصريه التنوع. يعني احنا مثلا احنا بنفتخر دايما بتاريخنا الفرعوني، لكن دايما في ثقافات اخرى غير التاريخ الفرعوني فقط. يعني مثلا عندنا وقبطي وروماني واغريقي واسلامي وتنوع رهيب. بالظبط يا فندم، يعني كل يعني وغير كده الحضارات دي كان لكل حضاره منهم كان لها طابع خاص وانتشرت في اماكن مختلفه. صحيح. يعني احنا مثلا احنا بنتكلم الحضاره الفرعونيه كان ليها اماكن مثلا مشهورة معينه بترتكز زي ما في الاقصر واسوان وبعض اماكن في مصر الوسطى، وبنلاقي برضو الحضاره الاغريقيه المرتكزه مثلا في اسكندريه وبعض والعديد من المدن الساحليه. فطبعا التاريخ المصري ثري جدا، لكن احنا يعني قضيتنا اصلا ان احنا يعني احنا ك ابناء الحاضر يعني المفروض ان احنا عندنا قضايا مهمه جدا اولها غير الحفاظ على التاريخ القديم، في كمان اللي هو التراث اللي هو التراث المصري. يعني مثلا مدينه زي القاهره هنلاقي فيها مثلا الهويه زي القاهره الخديويه غير القاهره الاسلاميه. في التراث المصري يعني الاكثر حداثه من الاثار زي مثلا اللي بقول لحضرتك القاهره الخديويه دي، فده مجهود جبار ان احنا نحافظ على الهويه القديمه دي وما نحاولش نغير منها ونمشي على خطاها، بحيث ان احنا لو في وسط البلد يا فندم، وسط البلد دلوقتي تم تطويرها وازاله اليافط للمحلات ورجعها تاني لسابق عهدها. بالظبط يا فندم، انا بقول لحضرتك ان كان في مبادره اللي هي الحفاظ على القاهره الخديويه دي، كان مبادره هامه جدا وفعلا كان ليها اثار، وال التراث ده كمان مش موجود بس في مدينه القاهره، لا ده موجود في مدن عده مثلا زي اسكندريه برضو اللي محتاجه مجهود كبير جدا للحفاظ على هويتها التاريخيه، وخصوصا انها كمان هي مدينتي فهي مدينه يعني كوزموبوليتا لان داخل فيها ثقافات كثيره جدا وكان فيها العديد من الثقافات الاجنبيه. فطبعا ان انت تحافظ على المزيج ده محتاج مجهود كبير جدا ومحتاج دعم. صحيح صحيح. دكتور احمد رأفت عباس متخصص في فنون التصوير، اشكرك جدا يا فندم. بكده خلصت معاكم فقره الاخبار، نطلع فاصل سريع جدا ونرجع لكم تاني وفقره المشروعات وبرنامجكم مع الناس. ورجعنا لكم وفقة المشروعات والناس. مشروع النهاردة مستجدات، متابعة مستجدات مشروع القطار الكهربائي السريع. نتابع تصوير جوي لمحطة محمد نجيب بمشروع القطار الكهربائي السريع. يمتد مشروع المدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة السكة الحديد السريع بمحرم بيجو الإسكندرية وحتى مطروح بطول 660 كيلومتر تقريبا وعدد 20 محطة، 8 للقطار السريع و12 إقليمية. عن الموضوع دوت تعالوا بينا نشوف الفيديو ده عن المشروعات ونرجع لكم سريعا ونبدا حلقتكم وبرنامجكم مع الناس. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونبدا معاكم حلقتكم وبرنامجكم مع الناس، وكلامنا النهارده هيكون عن اخواتنا ذوي الهمم. كلام مهم جدا ولازم نكون واعيين كويس قوي للدوله اللي بتقدمه والاهم التولز او الادوات اللي بيستخدمها الموظف الناجح لخدمه تلك الاهداف الرئاسيه وفي الاول وفي الاخر خدمه مجتمعنا. على الموضوع دوت هيكون لقائي النهارده مع الدكتوره سعاد صابر. اهلا وسهلا بك يا فندم، خبيره الاعاقه واستشاري التوحد. اهلا وسهلا بك. مبدئيا كده نبدا بس الاول بتعريف كلمه ذوي الهمم تمام واصحاب الاعاقه. اللي انا عارفه ان هو في نوع من انواع اللبس في المعنيين، نبدا الاول بالكلمه دي. الاعاقه يعني انسان ربنا اراد ان هو يكون عنده نوع من انواع التأخر في بصري سمعي ذهني حسب مكان الإعاقة وشدتها درجاتها. حلو. إعاقة يعني حد بيعاقني ان انا اوصل للمكان. صحيح. ده إعاقة. في امراض عضوية ولكن ليست إعاقة لانها قابلة للشفاء. يعني عندي برد، عندي انفلونزا، عندي كورونا، ده مرض بخف منه، باخد ادويه ما فبخف منه، فده مش لكن الاعاقه. ايوه بالظبط كده، شيء كامل معايا مكمل ملوش علاج. بالظبط كده يا فندم. طيب العدد حسب درجه وشده الاعاقه.
طيب عدد المعاقين في مصر تقريبا يبلغ 10 مليون اعتقد، او اخر تصنيف اتعمل فعلا من الجهاز المركزي لتنظيم الاداره في سنه 2015 قال ان هو 3.5 مليون اعاقه شديده و 3.4 اعاقه متوسطه، وتقريبا في نفس الرينج اللي حضرتك بتقول فيه 10 مليون فعلا تقريبا. طيب ايه اكثر الاعاقات انتشارا في مصر، اذا كانت حركيه او سمعيه او بصريه او عقليه؟ لان انا حسب برضو اللي انا ما قريته ان هو الاعاقات اللي هي الصم والبكم هي اكثر الانواع انتشارا في مصر. لا يا فندم، عشان ازود لحضرتك معلومه، الاعاقه العقليه هي اكبر اعاقه، بتوصل ل 70% من الاعاقات حسب اجمالي المعاقين في مصر بدرجاتها وانواعها، لانها انواع كتير قوي، داون سندروم، الاعاقه العقليه، التوحد، كل الاعاقات دي بتدخل معانا في الاعاقه العقليه. في بعد كده اعاقه بصريه بعديها، وبعد كده الاعاقه السمعيه والاعاقه الحركيه. ده دول لغايه سن 18 سنه. ايوه فاهم. بعد سن 18 ممكن تحصل حادثه، ممكن يفقد بصر، يفقد سمع، بس اسمها اعاقه في النهايه برضو، بتتصنف 5% او بالظبط كده حسب درجتها، بيبتدي معايا يدخل معايا كاعاقه. وبالفعل في وزارات منها نقابه المهندسين بالذات كانت مشرفه على الموضوع ده، اللي هو تطويع السلالم والممرات الحركه داخل المباني، انا شفتها طبيعي، ان هو الرمبات للمعاقين والكلام ده كله، والمجسات والمسكات عشان اللي عارف يمشي والكلام ده كله. ايه الجهود اللي بتتم لغايه بقى دلوقتي، كام ده من سنتين، ايه الجهود اللي بتتم لغايه دلوقتي في سبيل تقديم المساعده اللازمه لدول الهمم عشان دمجهم في المجتمع بشكل كامل؟ هي في تشبيكه كبيره جدا مع كل الوزارات بالامر المباشر، الامر الرئاسي، الرئيس السيسي من 2018 اطلق مبادره عام الاعاقه، ولغايه الان مستمره، ما بقاش عام واحد، احنا اعوام الاعاقه. احنا بالفعل كانت كل وزاره في جزيره منعزله، كل وزاره بتشتغل لوحدها. صحيح. دلوقتي احنا كلنا بنشتغل مع بعض في نفس الوقت، يعني تلاقي وزيره الشباب قاعد مع وزير التضامن ووزير الثقافه ووزير الرياضه، ده كل ده تحت كله وزاره في نفس التخطيط اليوم، في نفس اليوم، في نفس اللقاء، مش بروتوكول عشان احضر وتشريفه وامشي، لا، ده شغل من فوق لتحت، كل الناس في موضوع واحد بيشتغلوا في فيلد واحد، بس كلنا بنعمل حاجه محدده. يعني في يوم الاعاقه اصلا قادرون باختلاف واحد، قادرون باختلاف اثنين، قادرون باختلاف ثلاثه، ده لازم يعني ربنا يسخرها لهم. بس عكسه كان بيضحك برضه. طبعا. طيب قبل ما اطلع للفصل ده، انا عايز اعرف عن مبادره مصر بكم اجمل، امتى تم اطلاقها وعباره عن ايه؟ في خلال دقيقة كده، دقيقة ونص قبل ما اطلع فاصل. كلنا زي ما قلت لحضرتك بنتشبك على اساس ان احنا بيهم هم يكونوا نماذج، احنا بنطلع من ولادنا دول احسن ما عندنا، انهم يكونوا ظاهرين امامنا، بحيث ان دول اللي يبقى نموذج ليا، مش سوري بركة في البيت وخبيه وما ينفعش اقول اصلا ان عندي ولد معاه. هرجع معاكي في النقطة دي عشان دي مشكلة كبيرة جدا. صحيح. طيب بنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع تاني مع الدكتورة سعاد. احلى حاجة احنا بنشوفها في الشارع ان المواطن عنده روح تعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وهنا بقى دور دعم الدوله. احنا شايفين برضو سياده الرئيس قام باكثر مبادره وعمل احتفالات لذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا املنا انه ربنا يعني يكملهم. محتاجين ان احنا نعامله معامله طيبه ومعامله حسنه. الدوله موفره دلوقتي حاجات كتير لذوي الاحتياجات الخاصه، احنا من خلال الافراد العامه يعني او الاشخاص العاديه ان احنا نتعامل معاهم بشكل عادي، المشاركه تكون عامه ليهم في اي مجال. ورجعنا تاني مع الدكتوره سعاد، كنا في الفصل بنتكلم عن الاهالي بقى، تمام؟ الاهالي، في اهالي كتير جدا ما بتبقاش فاهمه ومقدره ان هو الحاله اللي عندها تقدر تخدمها، والدوله مقدمه مساعدات وتقدر تقدم وتقدر تساعد وتقدر تمد ايديها مع ايديها برضو الناحيه التانيه، بس بتتكلم بمنطق، انا اسف طبعا يا دكتوره، هو في اعاقه، يعني منطقها هي مش سليم، معيوب جدا، تيجي تقول لك لا انا مش هطلعها او مش هطلعه، هتحرجني، مش هتعرف هتعمل ايه. ردك بقى على الناس ديت، لان كنت دلوقتي قلت لي دلوقتي بتتعاملي مع الناس دي كتير. الناس في مصر نوعين، يا اما رافع بولاده جدا والتايتل بتاعه فاكر انه هيبقى احمد زويل او انه هو هيبقى حد من النابغين، وبيبص لك انت اللي بتعيقه او انت اللي بتمرضه او انت اللي بتتعبه، ويرمي كل المشاكل عندها عليك انت كمين بقى، كموظف، كدكتور، كمدرس، العطلة، انت اللي بتعطل، لكن هو ممتاز وجينيوس. اوكي. او العكس تماما، اللي هو يخبيه، شايف ان هو يخبيه تماما وما ينفعش يطلعه، ولو طلعه انت عايز تطلعه عشان تاخد مني فلوس عشان تعالجه، فانا مش فاضي للموضوع ده، في اصحاء اخواته اهم فعلا. فاحنا عندنا الاثنين دول، احنا بقى كل دورنا كلنا
ناس بتحاول او بدرس اعاقه بتفهمه انها بتعمل بالانس ما بين الاثنين. لا انت سقف ابنك حدوده العقليه مثلا عمره العقلي مثلا اعداديه ثالثه اعدادي عمره العقلي 6 سنين 7 سنين 10 سنين 12 سنه حسب الطب ما بيقول ويعني الهيستوري بتاعه كله اقدر اقيم الطالب او الانسان اللي قدام الطفل على انه عمره العقلي مثلا 12 سنه. فما ينفعش يتجوز ما ينفعش اذا كان قادر على الجواز لكن هو غير قادر في قدراته العقليه. طبعا وبالتالي احنا مش هينفع بقى اسره وجيل وكده. فبدرب الام ان ابنك ده في ايديكي هو صحيح مش هانديكاب انت مش شايله وماشيه بيه ولا متحركه بيه لا هو بيروح ويجي وبتدربيه ان هو يروح ويرجع لوحده ويركب مواصلات ويرجع ويحكي لك حصل ايه ويعمل كل ده احنا في محيط ما يسمى 12 13 سنه. طيب عن الكشف المبكر انا في اللي اعرفه بقى ما هي دي بقى في ناس كتير بتوع في مش بتوع مش عارف اقول هل وقع منهم عشان ما نظلمهمش هل وقع منهم ولا سوء توعيه منهم ان هو ممكن يكون ابنه سنه 2 3 4 5 ويزعق فيه وهو مش فاهم انه الولد عنده توحد بالذات التوحد ده تمام ويجي يقول لك ما تركز وهو الولد مش عنده القدره دي اساسا. صحيح. عن اهميه بقى الكشف المبكر وكيفيه توعيه اساسا اصحاب البيوت دي انه يعرف يبص على ابنه او بنته ويكتشف الموضوع ده ازاي. هو في ثانيه بنقول ان الاكتشاف المبكر قبل ما اتجوز اصلا انا لازم اعمل تحاليل ولازم اتاكد من الاسره وما اتكسفش لو انا عندي هيستوري في العيله او في مشكله اقول وصريح مع ان في احتمال او في لا ودي لازم ابقى متقبل واعرف انه مش معدي ومش وراثي. يعني مثلا التوحد زي ما حضرتك قلت لا مش وراثه اصلا ملوش اي علاقه بالوراثه. كان زمان لغايه سنه 1990 كانوا بيقولوا وراثه لا مش وراثه ملوش اي علاقه بالوراثه ومش مرض اساسا ده اضطراب نمائي سلوكي اضطراب نمائي فملوش علاقه بالوراثه ولا المرض. طب انا ما كنتش عارف انا كنت فاكره وراثي. تمام يا فندم. فبعد كده بنتكلم على ان انا اكتشاف مبكر قبل الحمل بنقول ان انا الزوج والزوجه خلاص اتجوزوا في مشاكل ساعه الحمل بتاكد ان ما فيش مثلا تدخين ما فيش شرب خمر ما فيش عقاقير ادويه بلاش الحاجات التطعيمات اللي فيها زئبق حاجات كتيره جدا جدا كان بتعمل لي مشاكل الدوله وقفتها العالم كله وقفها فهي حاجات كتيره بقت فيه مبادرات معروفه لانك انت تحد من مشاكل الحمل وما بعد الولاده او اثناء الولاده وما بعد الولاده فدي اساسيات. طب خلاص انا وصلت لمرحله الحمل وان انا اكتشاف مبكر بعمل سونار واذا كان مثلا في ولد داون وبيظهر في السونار بيظهر في السونار الداون بيظهر بياخد بيعمل 3D او 4D دلوقتي بيشوف الاشعه بيشوف فاذا خدت قرار انك تكمل الحمل ويلغط ولاده او في ناس ثانيه بترفض او بيحصل ابورشن. طبعا بعض الدول الاوروبيه كتير منها ما بتكملش نهائي يعني عندهم نسبه صفر ما فيش اعاقه. والله والله ليه بقى؟ عشان ما فيش دين ما بقولش حرام وحلال يعني احنا لا فهم. حرام ما ينفعش. لسه كنت هسبقك بكلمه الاجراءات ديت فانت سبقتيني بيها الناحيه الثانيه بالظبط. فطبعا احنا عندنا حرام تماما. فلو ربنا كتب لي ان هو يكون هيعيش وهيعيش هيعيش ازاي دي بتاعت ربنا بقى سبحانه وتعالى. بس كل اللي انا باخد بالاسباب لو رحت للدكتور وقال لي ما ينفعش يكمل مثلا في تشوه فيه وماشي ده كده راي طبي ده راي طبي بحترمه وبنفذ ومن غير اي نوع من التأنيب الضمير وحرام وحلال انا مش راجل دين عشان افتي مبدئيا. صحيح. لكن اسال اهل الذكر هو لازم تروح للطبيب وحد من رجال الدين يفتيها في القصه دي وهي حامل. دكتوره سعاد صابر خبيره العقل واستشاره التوحد شكرا جدا يا فندم. شكرا. كده النهارده موضوعنا عن دوري الهمم واخواتنا دول الهمم واحتياجاتهم وازاي الدوله بتقدم ليهم. طبعا موضوع كبير جدا ما تكفوش حلقه واحده ولا اثنين ولا ثلاثه والجهود اللي بتتم من الدوله والجهود اللي بتتم من افراد الدوله والجهود اللي المفروض تتم من اهالي الشباب دي. مهم احنا كده استفدنا بقدر الامكان من الحلقه دي واستنونا حلقه جديده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.